على نفسه أنه يزيد الشاكرين من نعمه، كما قال عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا تأكيد من الله عز وجل بأن من شكر نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تحصى زاده الله عز وجل من كل خير. أما الذين يجحدون نعم الله ويستعملونها في المعاصي لا في الطاعات، وفي السيئات لا في الحسنات، فإن الله سبحانه وتعالى يمحق هذه النعم من بين أيديهم ويحاسبهم عليها إذا لم يتوبوا من ذنوبهم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى أربعة أقسام، منهم قسمان فائزان، وهما: إنسان رزقه الله العلم والمال، وإنسان آخر رزقه الله عز وجل العلم مع قلة في المال. هذان هما الفائزان السعيدان. أما الشقيان، أما الخاسران، فقد بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يتخبط في ماله بغير حق، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم أن لله فيه حقا. فهذا الإنسان منزلته بأخبث المنازل. وهذا هو الشقي الأول أو الخاسر الأول، إنسان أعطاه الله المال ولكنه لم يستعمل هذا المال في الطاعات، وإنما استعمله في المعاصي والشهوات التي حرمها الله عز وجل، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه. إنسان بخيل خصوصا بالنسبة للأقارب والمحتاجين، ولا يصل فيه رحمه. والرذيلة الثالثة أنه لا يعلم أن لله فيه حقا، ينكر الزكاة وينكر الفضائل وينكر السخاء، ينكر كل هذه الفضائل، لا يعلم أن لله فيه حقا، وإنما يقول كما يقول الجاحدون: هذا المال إنما ورثته كابرا عن كابر. ونجد القرآن الكريم كما ذكر لنا في آيات متعددة فضل السابقين بالخيرات وفضل أصحاب اليمين، ذكر لنا أيضا سوء عاقبة الجاحدين، سوء عاقبة الذين يعطيهم الله سبحانه وتعالى النعم فيستعملونها في الشر لا في الخير، وفي الباطل لا في الحق، وفي المعاصي لا في الطاعات. وعلى رأس هؤلاء الذين ذكر القرآن الكريم قصتهم وعاقبتهم قارون، في أكثر في بضع آيات من سورة القصص ذكر القرآن الكريم قصة هذا الذي أعطاه الله النعم فاستعملها في الشر لا في الخير. إن قارون كان من قوم موسى، يعني كان من أقارب سيدنا موسى، فبغى عليهم، ظلمهم وأساء إليهم،
ثم بين سبحانه ما أعطاه الله إياه من مال كثير، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني أعطاه الله من الكنوز ومن الأموال الشيء الكثير، لدرجة أن مفاتيح هذه الخزائن، وليست الخزائن، مفاتيح هذه الخزائن يعجز الرجال الأقوياء عن حملها، فما بالك بالخزائن. لتنوء بالعصبة أولي القوة. ثم يذكر لنا القرآن أن العقلاء من قومه نصحوه، ونصحوه بعدة نصائح. النصيحة الأولى إذ قال له قومه لا تفرح، أي لا تبطر ولا تغتر، إن الله لا يحب الفرحين، أي المراد بالفرح هنا البطر والتكبر والغرور. ثم النصيحة الثانية وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، والنصيحة الثالثة ولا تنس نصيبك من الدنيا، والنصيحة الرابعة وأحسن كما أحسن الله إليك، والنصيحة الخامسة ولا تبغي الفساد في الأرض، والنصيحة السادسة إن الله لا يحب المفسدين. لكن ماذا كان موقف قارون من هذه النصائح؟ كان موقفه موقف المغرورين المتكبرين، فقال لقومه إنما أوتيته على علم عندي، يعني إن هذا المال أنا جمعته بجدي وعرقي واجتهادي، إنما أوتيته على علم عندي، لم يعطه لي أحد، وأنكر وحدانية الله عز وجل. ويرد القرآن عليه أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ومشهد آخر من مشاهد قارون، فخرج على قومه في زينته في هيلمانه وفي غناه وفي أمواله، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، انقسم الناس بالنسبة لقارون إلى قسمين، قال الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، هذا القسم الأول. وقال الذين أوتوا العلم، القسم الثاني من العقلاء، وقال الذين أوتوا العلم لمن قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ويلكم، دعاء عليهم، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فاصبروا واعملوا الطيبات. ماذا كانت نتيجة قارون؟ فخسفنا به وبداره الأرض، لم نخسف به وحده بل به وبداره، أنزلناه من الأرض أسفل سافلين وغطى عليه التراب، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة من جماعة ينصرونه من دون الله، ينصرونه من عقاب الله، وما كان من المنتصرين. ثم يصور القرآن حال الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، فيقول وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يقولون وي اعلم أيها العاقل، وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا كما خسف بقارون، وي كأنه لا يفلح الكافرون. وتختتم الآيات بهذه النصيحة وبهذه الحكمة الحكيمة، تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من عباده المتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.